اليابان بسم الله الرحمن الأوروبية، الرحيم. اليابان الأوروبية ربنا عليك اليوم. توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. سادة الصحفيون والإعلاميون ومندوب وكالات الأنباء وممثلو القنوات وشبكات التلفزيون الحضور الكريم، شعب مصر العظيم، تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعقد مؤتمرها الصحفي الأول لكي تعلن عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 1980. تمثل الانتخابات الرئاسية حدثا مهما وفريدا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، حيث يشارك كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات المواطنين في عملية الاقتراع القانونية في اختيار رئيس الذي سيقود البلاد خلال فترة الحكم الرئاسية القادمة. وفي النهاية ستدون الهيئة الوطنية للانتخابات ما ستسر عنه اراده الشعب في اختيار رئيس الوزراء، باعتبار ان الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيس. تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، تختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها. إصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقا لما تقضي به أحكام الدستور والقانون، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفس، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا. وتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توفرت شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب لإغراق ترشحه إلى الهيئة التي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائي لأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيت قيامهم بالدعاية اللازمة وعرض برامجهم على جمهور الناس لإرهاب الانتخابات. نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا عن أنها ستتيح للمرشحين جميعا أن يكون لديهم مندوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح ومتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب السماح للمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها لمتابعة العملية الإدارية من أجل
all and to monitor all the election procedure itself. And I will go out of the context now if I'm saying I'm asking all our organization, the international, external and internal one, to hurry up with the registration dans les listes. نؤكد الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر. وتوضح الهيئة الوطنية للانتخابات مجددا أنها واستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون، فإنها تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم وعرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري، كما نهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية. وسيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة. وتؤكد الهيئة على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقا لما نص عليها الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن. السيدات والسادة، لقد تابعت الهيئة الوطنية ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، وإذ نؤكد أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول. وسيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن. كلنا ثقة في شعب مصر العظيم وفطنته ووطنيته وحكمته المعهودة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ودعم مسيرة الديمقراطية، وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة